البالا واحد عنده بيت دائما ما البيت نحجي بينه أحسن من مال الإيجارات وحق الإيجار بناته. شلون صاروا معوقين من الولاده؟ من الولاده هذول معوقين؟ الولاده من الولاده. اعمارهم ايش قد؟ والله عندي هاي 24 سنه وعندي هذا 13 سنه وعندي هاي 4 سنين. هذا المعوقين. معوقين. اي والمره معوقه وانا معوق. تمام. زين احكي لي هذول وديتهم على المستشفيات اكو علاج لهم؟ ما لهم علاج. ما لهم علاج. ابد ما لهم كل علاج. في هسه هاي العمر 24 سنه. عنده عربانه تروح تجيها؟ لا والله ما عنده، انا ما عنده عربانه ومسجلين وما مستلمين. حجيه ما عنده؟ ما عنده حجيه مع عربانه. والله حتى هويات مال المعوقين عندنا مال المستشفى مال الهيئه، والله سجلنا ونخبركم وكل شيء ماكوش. زين نجي على المصرف وعلى المواد الغذائيه المحتاجه شنو؟ والله المواد شويه قليله يمنا على مال الحصه، واهل الخير ما ينسون. انت شلون تتنقل؟ بيش تروح تجي؟ والله عندي هذا المعطار الشيني. ايه هذا المعطار شينا من الارض وديني يجيبني. تعرف مستلزمات العيد بعد كل شيء يحتاج. يعني ملابس مصرف. اشتريت مثلا مواد غذائيه؟ والله على اهل الرحم يعني جابوا لنا جماعه جابوا لنا يعني حصه تموينيه حصتين جابوا لنا خف الله عليك وعليهم في ما قصروا يعني. ايضا محتاجين. الحمد لله ايش نسوي الحمد لله. زين احكينا عن عائلتك. والله عائلتي مجرد احنا ست نفرات كنا معوقين، ما عندي الا بس بنت وحدي مليحه، وعندي اولاد اثنين استشهدوا بالحرب بالتحرير ولي هسه اي مستحقات ما مستلمه. زين بالنسبه لهم يعني مثلا عندهم رواتب المعوقين ولا ما عندكم؟ لا عندي مال هاي المؤنث عندي معاق مليح راتب عندي. انت معين لها؟ لا واحدة هي يعني. مالها مال رعاية والدة بوحدها. صغيرة تروح المدرسة؟ لا والله ما وديته على المدرسة. زين صار وقتها. ايجار؟ اي والله ايجار. ايش قد ايجار؟ 250. 250 زين منين تجيبون فلوس الايجار؟ والله اللي يجي مال الرعاية واهل الرحم ما ينسونا نجمعها كلها ونطير الايجار. صايمة انت ما شاء الله؟ ايه عافية عليك. انت ما شاء الله ما بيك كل شيء ان شاء الله؟ اي ما بيك شيء الحمد لله. زين احكينا شلون تساعدين امك وابوك؟ والله ساعدهم بكل شيء، مثلا بشغل البيت بالشارع بكل شيء ساعدهم. كل شيء؟ كل شيء. ايه يعني مثلا بالطبخ؟ اي عادي اما ساعد بينا. بالعيد اشتريتي ملابس؟ لا بعد. بعد ما اشتريت؟ بعد ما اشترينا ملابس. شو اسمك انت؟ اسمي قمر. قمر. قمر انت بأي مدرسة؟ ما مسجلي. ليش؟ بور عمق كبير قالوا ما تسجلني ما يصير. 14 سنة.